جو يا حلوين. بهذا المقطع هنحاول نحصل على رقصة رونالدو. Let's go. هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله تمام يا احلى ناس. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد يا حلوين. مثل ما انتم شايفين اليوم نزلت رقصة رونالدو يا اساطير. قبل ما نبلش بهذا المقطع حبايبنا، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد، لا تنسوا تحطوا لنا اللايك والشير وتعالوا الدرجات يا احلى الناس، وخلونا ندخل على المقطع يا اساطير. ندخل على الحدث اللي نزل من شوية يا حلوين، اللي هو حدث مش حدث، نزل متجر الهاكرز اللي دائما بتعرفوا حبايبي. اوكي يا اساطير، خلينا نشوف حبايبنا الرقصة. يلا ليتس جو. اوبا، هذا هو. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين متجر هاكر ماشي، ورقصة رونالدو الجديدة. اوكي حبايبنا، تعرفوا كل دائما يعني كلمة تاجر الهاكر لازم نختار شغلة من هون على اليسار، جراند برايس زائد الجائزة الثانية. طبعا الصراحة ما بعرف شو بدي اختار هون، كان اختار البطاقات الحاضنة. اوكي يلا ليتس جو شباب. يبلع. اوكي او ماي جاد. طبعا شباب عشان تعرفوا كم يعني الاول لفة هون بتدخلون على الاحداث، عشان تعرفوا شرح الاحداث بتدخلون هون. اوكي عندكم هنا شباب اول لفه ب 9 29 59 99 299 599. اوكي خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو. اول ضربه شريت، بس طلع لي اول ضربه يعني ولا راح انبسط. يلا روح ابلع، دونت ابلع. يلا يلا رونالدو. شو الزلامه شباب، يعني شباب يعني اشتهيت مره واحده بس من اول ما بلشت لهاللعبه لحد الان، مرة واحدة بس حبايبي انه يطلع لي شيء اول مرة او من ثاني مرة او من ثالث مرة. يعني دائما اخر شيء بيطلع لي دائما، يعني ما بعرف ليش. اذا عندكم بتعرفوا الحل شباب قولوا لي، هل يا ترى حظي زفت ام حظي زفت؟ تفرج. يلا ثلاث مرات. هل سوف اجيبها ام لا حبايبي؟ كمان ابلع. ول يعني الصراحه حبايبي ما بعرف يعني هل خلاص يعني بتطعم الحيوانات خلاص، بس يعني يكفي يعني دائما يعني لازم اخر. يا الله هاي بقى مرتين، يا رب يطلع لي اياها. هي الرقصه يعني هيك، يعني بدي يعني هيك امنيتي حبايبي، امنيتي يا اساطير انه يعني يطلع لي شو اسمه ال شي او يعني كيف بقول لكم، شي من المتجر باول مره يعني قبل الاخر، على القليل قبل اخر وحده. بليز قرينا، بليز نعمل ريفرش يمكن يمشي الحال هيك يتخربط وجون. اوكي بسم الله، يلا ان شاء الله رقصة. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ليش هيك يعني الصراحة يعني اكون صريح معكم، الصراحة يعني عن جد انه هالرقصة بتستاهل، بس يعني اشتهيت شي مره والله، يعني امنيتي انه يعني كيف لكم انه يعني تطلع لي اياها من اول مره يعني، او فهمتوا علي. خلينا نروح على الرقصه ونشوف الرقصه يا اساطير، كثير متحمس للرقصه. ماشي يلا ابلع. وينه تعال 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 هون، تعال 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 يا معلم، تعال يا معلم. اها وبا، لا 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 لا، شي جميل. ثواني يا حبايبي، لا ثواني، هاي راح نحطها اول رقصه. تمام ثواني، راح نحطها هاي اول رقصه. وينها هاي؟ حطها هاي اول رقصه، وعشان بدي هالرقصه تكون تكون رقصه البويه تكون. ثواني يا زلمه، لك ثواني، شو لازم اعمل؟ ثواني هاي نحطها. اوه علينا يا زلمه، شو هيك؟ حط هاي هون وهي نزلت تحت.
هاي نزلت تحت حبايبي. Where are you? وينه؟ نحاول نحط هاي. لا وين راحت؟ ول وينها؟ وين؟ يا ول وينها يا ول؟ لا وين راحت؟ راحت الركس. لا. وقف. في غلط. في غلط بالامر حبايبي. او ماي جاد. ها؟ يا حلوين؟ في مشكلة يا شباب. في مشكلة. هنالك مشكلة كبيرة. وين الرخصة؟ ول. رخصة تقولي ماني شايفة حبايبي. ليك يا الزلمة كانت هون بالأول. قلبي. ستقولي يا حبايبي. قلت لحالي يا الله شو عم بيصيرون. خلينا نحط هون بس رخصة ال هاي رخصة العرش هاي ونحط هاي نخليها على حالها. اوكي. لا عن جد الرقصة هيك اسطورية. رقصة رونالدو شباب عن جد رقصة اسطورية صراحة. واو عن جد شيء اسطوري. خلينا نتخبص شوي هيك بساحة التدريب. بس ندخل شوي هيك بساحة التدريب يعني حتى مع اللبسة سباق مش لب على اللبسة اللبسة يعني اللبسة هي يعني. اوكي. خلينا نشوف يا شباب ندخل على ساحة تدريب نشكلز الأمر. تعال نشوف. واقف هاي تروح. أنا بس ناخذ شوت جان حبايبي الأساطير. لا تنسون يا حلوين تعملون التاجات على انستغرام يا حلوين على انستغرام شباب. لا تنسون التاجات على انستغرام. شوف حبايبي شوف. لا 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 عن جد رقصة أسطورية. عن جد رقصة أسطورية حبيبي صراحة. رقصة كتير حلوة والله. ثواني شوي. ثواني نحاول نقتل واحد ونخلي نعمل هي هذا الرقصة. ثواني. وين؟ وبا ولا بتقدرني. وبا هذا كلام يجي كلام يجي. وبا اي وزيخ اي اي وقف يا ول. خنز وبا. لا حلوة كتير شباب والله يعني كله دخلوا معي من هذا. او ماي جاد. ليش يعني بسطت كتير انا يعني. اوكي حبايبي الكرام وب يا حلوين يعني صراحة يعني ما حسيت ابدا بالمقطع يعني هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبي. مبسوط كتير على الرقصة حبايبي. ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا حلوين. بتمنى من جميع حبايبي الله يخليكم ان تحطوا اللايك وتشاركوا المقطع يعني زادكم اصحابكم تبعتوا لهم المقطع تحطونا اللايكات شباب وتروحون على الانستغرام يا حلوين. رابط الانستغرام موجود تحت حبايبي. تشتركوا بالانستغرام وفي مسابقات دائما بنعمل الانستغرام حبايبي. اهلا وسهلا كل شخص جاي جديد. ولا تنسون حبايبنا الهاشتاج نريد عليكم اشتراك شباب. بنحب يعني هالسنه ندخل بسنه جديده نكون بشراكة نوزع لكم كودات واشياء جديده وشغلات حلوه حبايبي السنه الجاي. وبتشكر جميع كل ما تابعنا حبايبي. وراح انزلكم بعد هذا المقطع حبايبي راح يكون في مقطع ان شاء الله بنفس اليوم راح انزلكم مقطع لقطات من اقوى اللقطات الجلد اللي صارت معي حبايبي. ونفس الوقت جربت شخصية رونالدو بلقطات الجلد حبايبي يعني جيم بلايات نار. وبهذا الجيم بلاي شباب اللي راح تشوفوه بهذا الفيديو راح نزلكم اياه على قناتي الثانيه وقتها نزلت مع حبيبنا الاسطوره مستقعدين حبايبي. راح اترككم
برايكم شو صار بهذا المقطع حبايبي؟ كان على البث المباشر. اوكي تحياتنا لحبيبي المستقعدين، راح ننزل لكم مقطع هناك حبايبي، راح احط لكم رابط الفيديو القناه هناك كمان. وبتشكر الجميع اللي كلمه تابعنا اليوم حبايبنا الكرام، وان شاء الله راح نبلش بسلسله 1 فيس 1 مع اليوتيوبريه، لانه كثير منكم طلبوا هذا الشيء. وبتشكر الجميع، ماشي حبايبي، نتمنى لكم يوم سعيد، سلامات حبايبي، الى اللقاء.